عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا وبسيط جدا، لكن معناه يعني من أفضل المعاني، وأنا كنت سعيد لما حد سألني في السؤال ده. رؤية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. لو أنا شفت في المنام إن أنا بصلي على سيدنا النبي محمد، أو حتى بصلي على أي نبي من الأنبياء أو الرسل، هل الرؤية دي محمودة؟ ده أكيد. تعالوا شوفوا ابن سيرين في البداية قال أن الصلاة على النبي لها دلالات، لها معاني، يعني تدل هذه الرؤية على الخير الكثير، وتدل على الأخبار السارة، وتدل على سعة الرزق، وتدل على الفرج القريب، وتدل على صلاح الحال عموما. أي شيء أفضل من هذا؟ حينما نرى ابن سيرين وهو يقول معلومات عامة عن رؤية الصلاة على النبي محمد: الخير الكثير، أخبار سارة، سعة رزق، فرج قريب، صلاح حال بصفة عامة. أما رؤية الشخص المجاهد في سبيل الله، نفترض مثلا بالتعبير العصري إن في شخص واقف على الحدود أو في الجيش، ده مجاهد، رأى في المنام أنه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤية لو أنه في حالة حرب فإن هذه الرؤية تبشره بالنصر القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. العجيب في الرؤية دي إن العلماء جابوها منين؟ قالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول حينما كنا نحارب على أيامه كنا ننتصر بكثرة الصلاة على النبي محمد. يعني هو الكلام ده في الحقيقة إن هم لما كانوا بيستصعب عليهم أي أمر، إنهم يفتحوا أي حصن أو إن النصر يتأخر عليهم، كانوا بيصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا وهم بيحاربوا، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم بسرعة. بالتالي هذه الرؤية لما تبقى الكلام ده في الحقيقة، فالرؤية حينما يرى شخص يجاهد في سبيل الله أنه يصلي على النبي فليعلم يقينا بأن النصر قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ده للشخص اللي بيجاهد، احنا ما بنجاهدش يا عم الشيخ. الرؤية بالنسبة لنا تبقى ايه؟ بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل لها على أكثر من معنى، وكلهم أفضل من بعض. أول بشرى اللي بتتمناها أي بنت إن أنها تبشرها بالزواج، وقيل بأنها تبشرها بالرزق والمال الوفير، وقيل بأنها تبشرها بالسعادة، وقيل بأنها تبشرها بتحقيق أمنية غالية لها. في أفضل من كده؟ بالله عليكم في أفضل من كده؟ يعني هي البنت العزباء نفسها في إيه أكتر من الحاجات اللي أنا ذكرتها دي؟ برؤية الصلاة على النبي محمد، يا إما زواج، يا إما رزق، يا إما سعادة، يا إما تحقيق أمنية. سبحان الله العظيم. أما بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على أن مولودها سيكون معافى إن شاء الله من أي أمراض، وأن هذه الولادة ستكون سهلة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للرجل الغني أو حتى التاجر الذي يرى في المنام أنه يصلي على النبي محمد، هذه الرؤية صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية تبشره بزيارة بيت الله الحرام، إما بحج أو بعمرة. أما بالنسبة للمديون، من يرى أنه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الرؤية تبشره بسداد ديونه، بل وتبشره أيضا بالفرج القريب إن شاء الله. أما بالنسبة للمرأة المطلقة، رؤية المرأة المطلقة أنها تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه الرؤية تبشرها بالفرج وزوال الهم والغم والضيق،
وفيه معنيين اتنين كمان غير دي، يعني دي بصفة عامة، ان فرج بصفة عامة، لكن بصفة خاصة قال بعض المفسرين هذه الرؤية تبشرها بالرجوع إلى طليقها مرة أخرى، وقال بعض المفسرين بأن هناك معنى ثالث، وهو بأن هذه الرؤية تبشرها بزواج جديد لها إن شاء الله. وحتى لا ننسى المرأة الأرملة، فبالنسبة للمرأة الأرملة رؤية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبشرها بالفرج القريب وبالاستقرار وبالسعادة في الأيام المقبلة لها إن شاء الله تبارك وتعالى. دي كانت بعض معاني رؤية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.